اول حاجه طبعا هنبدا ان شاء الله نشتغل عندنا بالمكرونه، ونوع المكرونه مهم جدا، عشان كده الملكه هنستضيفها النهارده معانا في الطواجن اللي احنا هنشتغل بيها. الملكه عامله نوعين اتنين من المكرونه، نوعين هايلين جدا جدا. نوع الملكه اللي هي القطمه الناعمه اللي الناس كلها بتحبها مع المكرونه بالبشاميل مع الصوصات، مع وعامله كمان المكرونه اللازانيا الجديده اللي قدام حضراتكم. لاول مره منتج مصري يعمل المكرونه اللازانيا قدام حضراتكم اهي. دي الملكه عامله حاجه حلوه جدا، وان شاء الله هنستخدمها في حاجات كتير جدا. الملكه عامله نوعين اتنين من المكرونه بقى، المكرونه الملكه اللي هي القطمه الناعمه واللي هي بتدوب في البق، وعندنا اللي هي الملوكي. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ المكرونه اللي هي الحمراء، عشان تبقى انت عارفه لما تروح اي سوبر ماركت، الحمراء يا جماعه اللي هي المكرونه الناعمه القطمه اللي بتدوب في البق. الملوكي بقى قطمه ماسكه نفسها شويه، فاهم ازاي؟ اللي هو الواحده بوحدتها، الطعم الايطالي بقى هتلاقيها موجوده في المكرونه الملوكي للملكه. احنا هنستخدم ايه النهارده؟ اللي انت عايز تستخدميه بقى، انت عندك دي وعندك دي، وقلت لك الفرق بين الاثنين، واحده قطمه ناعمه والتانيه ماسكه نفسها شويه، وتلاقي الواحده بوحدتها. فالملكه اللي كل ذوق بترضي جميع الاذواق. انا هاخد عندي المكرونه القلم اللي قدام حضراتكم ديت، دي اللي هنبدا ان شاء الله نشتغل بيها الطواجن. وتقدري تشتغلي بالخواتم، تشتغلي بالمرمريه اللي انت عايزاه، بس القلم بصراحه في الطواجن اللي احنا نشتغل فيها ديت احلى حاجه. طيب هنبدا نفتح عندنا الكيس. في ناس بتاخدها من غير ما تسلقها في الطواجن ديت، فاهمة؟ وبتطلع حلوه على فكره كل حاجه. لو انت برضو عايزه ان حضرتك نديها كده دقيقتين او 3 دقايق في المايه السخنه، برضو شغال ومفيش اي مشكله خالص. ادي المايه السخنه عشان نسلق المكرونه الملكه. القلم حطينا مايه سخنه، حطينا شويه ملح صغيرين، وبعد كده نقوم مقلبين التقليبه. ركز بقى في مقادير بقى النهارده، عشان ايه الحشوه اللي تعجبك اشتغلي بيها. وطبيعي طبعا سنه زيت بسيطه جدا، يعني بتتكلم مثلا في معلقه كده ولا حاجه. نجيب عندنا مكرونه القلم ونفتح. طيب الطواجن دي انا جايبها من نص البلد، يعني طواجن جميله جدا، شيك قوي، تقدري تجيبيها دي تقعد معاك العمر كله اصلا. طواجن الالومنيوم دي بجيبها من نص البلد. زيد يا باشا، اجيب الصفقه كده 5 6 7 8 10 احطهم في البيت عندك بالغطيان بتاعهم. او تقدري تجيبي عندك الاطباق السيلفر دي لو مش هتعرفي تجيبي ديت. ودي من اي محل اللي هو بتاع البلاستيكات بقى والحاجات ديت والباكنج والكلام ده، ممكن تجيب منه الحاجات السيلفر الشياكه ديت تشتغلي بيها، بس تكوني دهناها ايه؟ زيت. طيب الكيس ده يا عم محمد هيقضي كام طاجن من ده؟ 4 طواجن. الكيس ده كيس الملكه ده 400 جرام، ده هيقضي 4 طواجن. حلو الكلام. فهحط اول كيس اهوت ونبدا اللي احنا ايه نسلقه زي ما قلت لك دقيقتين كده ولا حاجه. انا هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ احنا نبدا نحضر عندنا الحشوات بتاعتنا اللي احنا نبدا نشتغل بيها الطواجن. يعني اي طاجن هتشتغل بيه عايزين نحط الحشوه بتاعته من تحت، ولكن مش عايزين نكتر في التسويه، لان ما تنسيش اللي هو يقعد الفرن نص ساعه. خش على اللحمه المفرومه بيه. هنحط هنا شويه زبده او شويه سمنه نحطهم هنا. بعد كده نقوم واخدين عندنا بصلتين اتنين مفرومين، فاهم ازاي؟ طبعا المقادير هتبقى قليله. انا حاطط هنا بصلتين اتنين، بصل حلو جدا في اللحمه المفرومه، ربع كيلو من اللحمه المفرومه ده. بسم الله الرحمن الرحيم، ربع كيلو من اللحمه المفرومه، فاهم ازاي؟ واللحمه المفرومه عشان تعصك صح يا جماعه بتعدل عليها النار، وبعد كده بتبداي تهدي عليها عشان تطلع معاكي مظبوطه اهي. يبقى دي اول حشوه عندنا.
وهقول لك الدرجه التسويه، وبعد كده نرفعها جيمي عشان اوريه لكم بس قد ايه درجه التسويه تبقى عامله ازاي. نخش عند ماشي يا عمنا، بس محتاج دي خلي دي هنا. خش على كبده. كبده محتاجه ايه؟ محتاجه طاسه تكون سخنه، سن زيت بسيطه يا عيني ماشي، حته كده من الفص كده ربع كيلو كده ولا حاجه، بقطعهم بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، عصافيري كده صغيره فاهمه. ادي الكبده قدام حضراتكم اهيت، بلدي اصلي. اديله نعمل ايه بقى؟ الطاسه بتاعتي اهم حاجه تكون سخنه، طالما فيها كبده يبقى فيها فلفل اخضر على طول. نقطع كده الفلفل الاخضر تمام. يبقى دي الحشوه اللي احنا بنعملها للطواجن. اول حاجه سلقنا مكرونه الملكه القلم، وبعد كده هنبدا نعمل الحشوات بتاعتنا ان شاء الله. فلفل اخضر، فلفل اخضر حامي ده اساسي يا باشا. ده نسخن بس الطاسه. كبده لازم تنزل على حاجه تكون ايه؟ سخنه. هادي اللحمه المفرومه، بصل الابيض مع اللحمه المفرومه بيعملوا شغل عالي، عشان كده انا بكتر البصل بصراحه في اللحمه. حلو الكلام اهو. وهنديها دلوقتي الايه؟ شويه الملح والفلفل بتوعهم، ونظبط لهم الدنيا دلوقتي. دي سخنت خلاص معايا تمام جدا. وبرده نبقى نبص كده على المكرونه بتاعتنا اللي بقول لك عليها، هي دقيقتين اتنين مش اكتر. لسه شويه. الطاسه سخنه، الطاسه سخنه اهيت. نوزع عندنا الكبده. الله، شويه كزبره ناشفه يا عيني ده اساس يا باشا. شويه كمون صغيرين. ادي الملح، وبعد كده الفلفل الاخضر، وبعد كده كل ده مع بعضه عشان الكبده تكون معايا جاهزه. يا عادي عايزه لقمه بلدي يا باشا كده، غيب بلدي وشويه طحينه واديله. بنزل بقى عشان تديني اللمعه الحلوه بقى بسن زيت بسيطه قوي بس كده، مش محتاجه اي حاجه تاني. بص اللمعه جيمي بقت عامله ازاي بتاعت الكبده، عالميه. وبلاش نكتر فيها تسويه عشان ما تشدش مني، انا عايزها برضه وهي بتطلع كده يعني تشويحه كمان كده بسيطه، وهنبدا نطلعها عشان نبدا نسكنها فين؟ في الطواجن. هنا بقى اللحمه مفرومه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. صح ما شاء الله. ما تيجي تطبخي بقى. تعال بص بقى، شويه الصلصه دول اللي احنا سبكناهم، بنسبكهم للمكرونه دول، اقوم واخدهم كده حاططهم فين؟ على اللحمه المفرومه. اديله. ناخد شويه ملح صغيرين ماشي، وشويه فلفل. الكبده هنا يا عم جيمي خلاص بلاش اكتر من كده، هنقوم واخدينها ونقوم حاطينها فين؟ هنا كده تبقى جاهزه معايا. وهنا زي ما اتفقنا اللحمه المفرومه خلاص هي اتعصجت معايا، وبلاش نديها اكتر من كده. واديتها معلقتين اتنين من الصلصه اللي بتتسبك عندي على النار اللي انا استخدمها لايه؟ للمكرونه. يا عيني على الحلاوه. اللحمه المفرومه خلاص نقوم واخدينها، ادي قدام حضرتك اهيت، بلاش اكتر من كده، محتاجه طبعا تسويه كمان، لسه تسوي في ايه؟ في بالظبط كده. نخش على اللي ايه؟ اللي بعده. طاسه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا طاستين اتنين ايه؟ شياكه الشياكه اهم. حط واحده هنا واحده هنا عشان نبدا ايه؟ نعلق عليهم. ممكن نشتغل في السوسيس. يلا شويه كده حلوين. عارفين الباكت اللي هو الصغير ده الاربعه ده؟ ممكن نجيبه ونقطعه شرايح قدام حضراتكم اهوت. نجيب عندنا بصل، بصلايه واحده
ده كله مع بعضه، حتة فلفل حامي، حتة فلفل أخضر رومي، نقلع المسائل، طماطمية شغالة، بسم الله الرحمن الرحيم، طماطمية، لا تمام صح، نقطعها شرايح كده رفيعة، بصل فلفل أخضر، طماطمية، شوية كزبرة يا باشا عشان خاطر إيه تظبط معانا الطعم، حلو قوي قوي قوي. خد بالك يا حاج، نقوم واخدين الحاجات الجميله دي نقوم حاطينها فين؟ على السوسيس هنا زي ما انتم شايفين. واديها كمان الملح عشان ما يجيش ناحيتها خالص الفرن. على البوتاجاز سنه زيت بسيطه يا باشا اهو يا جيمي اهو. وبعد كده نقوم واخدين عندنا الحاجات الحلوه ديت ونشوحها على النار. بقى تمام التمام، تشويحه بس. كل ده زي ما قلت لك هنعمل بايه اوريكي دلوقتي. كده كام حشوه؟ 3 حشوات. الفراخ نفس الكلام عشان ايه ما نضيعش وقت فيها، الفراخ هتبقى نفس الموضوع، بصل فلفل الوان هشوحهم على النار مع صدور الفراخ اللي انا جايب صدر واحد بس، ده يعمل 3-4 طواجن، او لو هعمل لك صينيه كبيره صدور فراخ مقطعينها مكعبات هشوحها مع الكلام الجميل ده كله. ونبدا نحطها فين؟ في الطاجن اللي احنا دهنينه زيت. هوريك الفكره. بص يا ست الكل، ده لازم يكون مدهون زيت كويس. ادي الكبده اهيت، فين الكبده هنا كده، دي ربع كيلو كبده، هتجيب 3 طواجن، 3 طواجن بالظبط اهو، اضغط حلو الكلام ده قوي. شوف الكبده عامله ازاي، خليك هتاكلي طاجن عالمي. ماشي، خش على اللي بعده. ايه الموضوع؟ الموضوع ان انت بتجيب الطواجن او الصواني او الفرن اللي انت هتشتغلي فيها ولازم تكون مدهونة زيت كويس جدا. ونبدأ ناخد عندنا اللحمة المفرومة اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. ربع كيلو من اللحمة المفرومة على ما اعتقد هيجيب، هيجيب 4، وقلنا نخليهم 3 يا باشا ونملى يلا عشان ايه اللي ياكل يجعلنا. اهم حاجه واحنا بنشتغل نكبس اللحمه المفرومه كده اهي، نكبس كده عشان تطلع لما نيجي نقلبها هتطلع معايا مظبوط. نبدا دلوقتي، ادي شويه الصلصه بقى الحلوين اللي بقوا جاهزين معانا اللي هنبدا نعمل بيهم الطاجن بتاعنا. طيب لو احنا بصينا هنا عملنا ايه هنا بقى دلوقتي، بصينا هنا عملنا الطواجن اللي انتوا شايفينها بالفراخ بالكبده باللحمه المفرومه بالسوسيس. 3 طواجن كده كله حاجه، اختاري اللي انت عايزاه او تقدر تعملي ساده يعني، برضه في الاخر احنا نقدر نعمل اهو. تعالى يا باشا طاجنين 2 ساده بالدقه كده يطلعوا، وبالهنا والشفا ناكلهم بالصلصه كده عادي جدا، تاكلوا يبقوا زي العسل. طيب الطواجن لما تروحي تجيبيها دي هتلاقي لها غطيان، الغطيان دي بتدين زيت تمام كده، الغطيان دي بتدين زيت، لو مش موجوده الغطيان يبقى تغطي بايه؟ بالسيلفر. احنا هنا قلنا تقدري تحطي المكرونه دي على الناشف، حلو الكلام، بس الصلصه ما تبقاش تقيله، تبقى خفيفه معاكي. ماشي؟ لو هتعمليها ايه؟ على الناشف. يعني تحطي المكرونه المالكه كده زي ما هي وتحطي الصوص الاحمر وتقومي مدخلاها الفرن. او الافضل ان انا بحطها 3 دقايق بالظبط في ميه سخنه وشويه زيت صغيرين. وناخد عندنا الصلصه الجميله ديت نقوم حاطينها هنا. ماشي. ادي الصلصه الحمراء. الله 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 الله.
ونقلب، اظبط الملح بتاعك يا سعادة الباشا، كل حاجة تحت السيطرة. والمكرونة تكمل تسويتها فين بقى؟ في الفرن. كبشة كده حلوة نجيبها من هنا، عشان ايه اللي احنا نعمله، اللي احنا نعمله هو اللي هيطلع على الهوا ان شاء الله. الصلصة هنعملها لكم دلوقتي، هوريكي بتعمل ازاي الصلصة. انا سلقت كده دلوقتي كام كيس المكرونه الملكه، سلقنا 1 2 3 للطواجن دي كلها، هو 1 2 3 4 ما هي 4 اكياس، عشان انا عامل الكميه وعامل حشوات كتير. انت حضرتك ايه على حسب حجم الاشخاص اللي عندك، لو اسره مثلا مكون من 4 اشخاص هو كيس ونص اعتقد هيكفيكي ويبقى زي الفل. تعالوا ناخد عندنا اللي بالفراخ. بسم الله اهو، 100 100 100 100، اديله. نجيب التالت، شغل مطاعم، اديله بقى يا باشا لحمه مفرومه. هنعرف نميزه منين بقى؟ خلاص هنحطه خلاص يا جماعه، وبعد كده واحنا بنقلب نبقى عارفين وخلاص، يعني اكيد يعني مش هنقعد نعلم ده باللحمه المفرومه وده بالفراخ. الطاجن على فكره، الطاجن ما شاء الله بيشيل كميه، الطاجن بيشيل كميه كبيره، فما شاء الله. بصي اهو، التلاته بياخدوا كيس فعلا، لان ما شاء الله الطاجن اصلا مليان، ما يغركيش اللي هو صغنطوط كده، لا ده هو ابن حلال يعني جدا. خش على الكبده اديله لسه كمان في دقه تتعمل له وحوار يعني. اوعي تغسلي المكرونه، ما تغسلهاش، عشان احنا محتاجين النشا اللي فيها. الناس اللي بتقوم واخد المكرونه وتقوم واخداها وتغسلها بعد ما، لا 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 خالص، انا ضد فكره انك تغسلي المكرونه بعد ما تسلقيها. انا ليه افقد النشويات اللي موجوده فيها؟ فاهم ازاي؟ انا دي انا محتاج فيها النشويات عشان تمسك مع بعض وتبقى متماسكه. لو انت غسلت المكرونه بعد ما تسلقيها هتلاقيها بقى فكت من بعضها والطاجن مش هيطلع حلو. تعالى هنا يا استاذ، وانت كمان هنا، ونقوم جايبين عندنا المكرونه الملكه اللي احنا برضو عاملين منها كيس برضو اهو، 3 دقايق بالظبط نصفي من الميه. ونطلع قدام حضرتك اهيت، لاني مش عايز اديها تسويه كامله. قلنا الملكه عامله نوعين اتنين من المكرونه، المكرونه الملوكي والمكرونه الملكه. الملكه يا جماعه قطمه ناعمه بتدوب في البق اللي انا شغال بيها دي، والملوكي اللي احنا هنبدا نستخدمها ان شاء الله في وصفات تانيه ماسكه نفسها، هنستخدمها ان شاء الله في وصفات تانيه اللي هو الطعم الايطالي اللي احنا قلنا عليه، ونعمل حاجات بيه ان شاء الله حلوه. شويه صلصه طماطم اهي، نحطها هنا برضو عليها. قلب يا سعاده الباشا، شغل عالي والله، شغل عالي اهو. اصحى يا جيمي، دي بالكبده، ما هو احنا محتاجين حاجات المونيوم يا باشا. اهو حلو الكلام. اخر طاجنين اتنين، لا مش هجيب الساده بقى خلاص، ده مزيكا، ده مزيكا والله. البسها كده صح، وينفع تعمل في طاجن فخار طبعا. سلام، لا ما فيش خلاص بقى. حلو قوي كده، ده كف شارع اللي انا بعمله ده. خش يا باشا ايه، ادي الفويل اهو، او الغطيان، عايز تعمل الغطيان برضو مفيش اي مشكله، بس انا هضطر ان انا ادهن ديت كده. نقفل تقفيله كده محترمه، وناخد اللي بعده حته فويل صغيره
اهو بدهنها بس من عند الجزء اللي بيبقى فيه مطه ديت، نقوم واخدينها كده. بص بقفل ازاي، القفله دي مهمه برضو خلي بالك، يعني مش بحط كده وخلاص، لا انا بقفل عشان انا محتاج اطمر كل حاجه، فبضغط عليها كويس جدا وبقفلها زي ما انت شايفه كده، فاهم ازاي؟ طيب بص يا جيمي، افرض برضو انا عندي غطيان، تعالى يا باشا هات الغطيان. اهلا وسهلا بالغطيان اهو، بس الغطيان بقى اعمل ايه؟ هدهنها زيت اهو عشان المكرونه ما تلزقش، بس اهو بصي بقى مقفل. بص يا خال ادي الغطيانه اهي زيت، ادي الغطيانه اهي زيت، ماشي. ودي اخر حاجه خالص بنبدا نحط عليها التين الفويل بتوعنا بالغطيان، طبعا احسن بكتير جدا لو عايزه طبعا تعملي بالغطيان افضل، لازم دي تدين زيت. ايوه لسه بقى ايه، لما يستووا بقى بيطلعوا حاجه تانية خالص يا جيمي. بصراحه انا ما بحبش احط الصاج بارد على الحاجه ديت عشان يبقى الحراره واصله لهم تحت واصله فوق، فتبقى واخدين الحراره بتاعتهم مظبوطين يعني. ها انا هحط النار بس شويه، دي عاليه قوي، لا علامتين كفايه قوي. ها طيب، لا 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 هو مش كيك، انا ممكن احط فوق بعضه عادي. تعالى يا استاذ، بظبط بس اللي تشبايه بتاعت الايه الحاجه بس، عيش وسيبنا عيش. ادي الحاجه اهي يا باشا قدام حضراتكم، تمام التمام، دخلت الفرن، نستناها لحد ما تبدا اللي هي تطلع معايا، وبعد كده ان شاء الله نبدا ان احنا نطلعها ونفردها. احنا مستعجلين طبعا بجري عشان اقدر ان انا ادخل الطواجن، زي ما قلت لكم انا بحب الحاجه اللي بعملها على الهواء اطلعها، نشوفها مع بعض هتطلع تبقى عامله ازاي، بس هي مش دلوقتي طبعا مش هتطلع دلوقتي، لان يعني بتاخد مش اقل من نص ساعه على نار فوق متوسطه. تبدا ايه تطلعيها المكرونه، بتبدا تعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه الحشو يبدا يستوي معايا، المكرونه بتبدا تتشمع على او بتتماسك حلو جدا مع الحشو نفسه، وبتبدا تبقى قطعه واحده، فاهم ازاي؟ هي دي الفكره. عشان كده بنتكلم ان الناس اللي بتعمل مكرونه بشاميل او بتعمل طواجن زي ديت ما تغسليش مكرونه، او بعمل صوصات على النار. يعني انا مثلا اجي اعمل صوصات على النار، صوص ريحان، وايت صوص مثلا، اي صوصات عندك، ما ينفعش ناخد المكرونه اسلقها واقوم حاطط عليها ميه وبعد كده ارجعها تاني صوصات، مش هتبقى حلوه، يعني دي مش مكرونه. انت المكرونه بتاخديها تقومي حطاها يا باشا في الصوص وهي طالعه من الميه، طق على طول على الميه. طب الميه اللي احنا بنسلق فيها المكرونه دي كمان ما احنا بنستخدمها، لو الصوص ده طلع تقيل قوي بخفف من الصوص، لان بيبقى فيه اصلا نشا من المكرونه. لو انا غسلت المكرونه هتلاقي المكرونه بشاميل اللي تيجي تاكلي بالمعلقه كده او بالشوكه تلاقيها ثابت كده من بعضها، ما انت مش عارف انت ليه غسلتيها، فهي ما بتغسلش. دي اهم حاجه، تسويه هي اللي تظبط معاك الدنيا. عشان ممكن تعمليها بزيت بزبده، بصلتين اتنين مفرومين، ماشي. عندنا فصين اتنين توم، وعندنا عصير طماطم، صلصه طماطم، شويه ملح وفلفل، ومعلقه سكر صغيره. تعالوا نعلق برضو على الدقه برضو دي، تمام. تعالوا هنا نجيبها هنا، دبل البصل. طبعا البصل ما ينفعش تحط نايف نية، البصل لو اتحط نايف نية هتلاقي الصلصه ديت طعمها ماسخ كده، مش هيبقى حلو، لازم تدبلي البصلية كويس
بعد كده نبدا نحط عندنا عصريه طماطم، وان شاء الله السيجمنت اللي جاي نبدا نقلب عندنا طواجن مكرونه تكون عندي استوت وبقت زي الفل. تعال نشوف الدقه نعملها ازاي. عندي سن زيت بسيطه جدا، ثلاث اربع فصوص توم كده مفرومين، ماشي، ثلاث اربع فصوص توم مفرومين نحطهم هنا ونشوحهم كويس جدا لحد ما يبقى لونهم ذهبي فاتح. لو ذهبي غامق الدقه بتبقى تقيله قوي على المعده، فانا بخليهم ذهبي فاتح بس. بعد كده نبدا ننزل بالخل وبقيه المكونات. ادي البصل، نديها كده فصين اتنين توم، على البصلية نفسها. بعد كده عندنا عصير الطماطم، لتر من عصير الطماطم، معلقتين اتنين صلصة طماطم، شوية كمون، شوية سكر صغيرين، وملح وفلفل. ذهبي فاتح، ما تبقاش ذهبي غامق، الثوم لو ذهبي غامق يحرق الصدر جامد قوي، فبخلي الحاجة ديت تكون ذهبي فاتح شوية. وبعد كده نبدأ ننزل عندنا بالخل. أنا طبعا مش عامل كمية كبيرة. حلو قوي، تمام خالص. خل بعد كده اهو، بعد ما خدت اللون الذهبي الفاتح قدام حضرتك ننزل بخل. ماشي، بعد كده عصير ليمونه، ميه سخنه، ماشي، شويه ميه سخنه صغيرين، وبعد كده ملح، سن الكمون بسيطه. الله ريحتها جميله. اوعى الدقه يا باشا، اوعى، شغل عالي كده. الدقه بتاعتي جاهزه معايا، سيبها تغلي غلوه كده، وبعد كده تقوم شايلينها تصفي منها التوم، تبقى جاهزه معايا للطواجن اللي هتطلع من الفرن اوريها لك. البصل عندي دابل يا باشا، نقوم مدينه معلقتين اتنين صلصه طماطم. وبعد ما خدنا صلصه الطماطم كده حاضر حاضر هنعمل عمليه كيميائيه بقى اهو. لما المعمل امي صحيح، لازم الميه بقى كده قدام حضراتكم، تمام، تتحط مع عصير الطماطم. والله تحس انت في معمل علوم في ايه. ادي عندنا حطينا كل ده مع بعضه، شويه كمون صغيرين، رشه سكر، ماشي، وبعد كده عندنا سنه فلفل بسيطه جدا، الملح خلاص تمام اهو، واقلب كده. الصلصه بتاعتي يا باشا جاهزه على التسبيكه بتاعتنا، نغطي عليها ونسيبها لحد ما تبدا اللي هي تتسبك معايا. لما اخلص يعني تقليب وكده بقوم شايل الماسك، يعني ما سيبش الماسك على النار. الناس بتغلط الغلطه دي كتير قوي، انت عندك الماسك بتاع الحل اهو حطيتيه قلبتي، خلصت التقليب حضرتك بتقومي شايلاه وتقومي حاطاه تاني في جنب، ما تسيبوش على النار عشان ما يسخنش منك. دي الدقه دي خلاص هنعمل عليها تيست كده ونشوف. طبعا تاخد وقت معايا، كل ما تاخد وقت وتسيبيها في الفرن براحتها كل ما المكرونه تتماسك اكتر واكتر، فمحتاجين كمان يعني 10 دقائق كمان ليها تسويه عشان مش عايز تهدل كده. يعني بص هي عملت ايه، بدات تنزل كده من الجنب كده حاجه بسيطه، مش عايزه دي لو اتثبت في الفرن اكتر تتشمع معايا اكتر واكتر. حلوه شغاله وزي الفل واستوت على فكره كمان. تعالوا ممكن نطلع عندنا اللي هي بدي، دي استوت، دي متأكد 100% اللي هي استوت، اللي هي في طبق الفويل. ليه بقى؟ لأن طبق الفويل رفيع جدا. تعالى يا عم بقى. فبالتالي مش زي المعدن، هتلاقي استوى حلو، متأكد من كده.
نافش. بص نافشت ازاي، هي طلعت كده، هتعرفي اللي هي ماسكه نفسها. حلوه قوي، حلوه قوي قوي قوي، واستوت تماما وزي الفل. بسم الله نفتح التاني، بص عامله ازاي اهي. اللي احنا استخدمنا من اخوان الملكه اللي هي ايه؟ بتدوب دي كده، نعملها كده ونعمل كده ونعمل كده ونعمل كده، ونقوم جايبين عندنا الطبق بقى بتاعنا الجميل. هوب جدا. بس جدا اهو. الكورونا استوت يا باشا. انا اهو بص جبت لك اطباق فويل اهيت صغيره، عشان لو ما عندكيش فرن تانيه تقدري تشتغلي بالحاجات الجميله دي. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. الله اللي مش عارف السويس طعمه مع المكرونه كده بتوديكي في حته تانيه خالص. ماشي انا اللي هاكله كل ده، محتاج كمان 10 دقايق، كمان 10 دقايق عمري ما في اي حاجه تقع من الجنب كده، هتلاقي كل حاجه مكانها بالظبط. تعال نجرب كده واحده تانية كده نشوفها. عندك اوردر واحده مفروم. سيبيها شويه. ده هنا زيت طبعا بس بتاكد يعني عادي. يلا هي لازم تخبط كده. اوعى جيمي، اوعى جيمي، اوعى جيمي. ده بالكبده. اوعى اصحى اصحى للكلام. ايوه هو ده هو ده. بص الماسكه بقى، هي دي الماسكه اللي انا عايزها كده، انا ارتحت نفسيا تمام، اطلع وانا مرتاح وانا ضميري مرتاح. ماشي بالكبده. تعالي واحد اوردر تاني بالكبده، نشيل الغطا. فاهم ازاي؟ هنا الطبق بقى اهو، زي ما ايه، زي ما الحاج جيم بيقول لك لازم الخبطه بتاعت الايه الطاجن عشان تنزل صح. لا ما اتكسرش ده. اصحى اصحى للكلام، شغل عالي قوي. ماشي خش. طب ما نجيب حاجه تانية يا جيمي بقى، نعمل ايه؟ لا مش عارف ده فراخ ولا لحمه مفرومه، تعال نبص عليه. لا لا شكله لحمه مفرومه اهو. لا باين اعتقد ان في النص يعني، كنت حافظ يعني شكلهم بنجم يعني، ما اعرفش اذا كانت صح ولا غلط. تعالى هنا تشوف، انا بسكينه كده لازم بصراحه اسلك. طبعا عشان ليه بقى؟ لان محلات الكشري عمرها ما تعمل كده، مش هتسلك بسكين. ايوه عشان بيعمل كل يوم بيحرق الفرن دي اكتر من 20 مره في الفرن، فبالتالي الحاجه كل ما الفرن بتتعمل في الفرن في الفرن اكتر كل ما استخدمها ما فيش اكيد حاجه تلزق يعني. لكن احنا مثلا كل فين على ما نستخدمها، فبتاكد الحاجه ما فيش حاجه لازقه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. دي بالايه؟ باللحمه المفرومه يا باشا، اوعى وشك. الله ايه الحلويات دي؟ سكر. اوعى يا عم الحاج،
عندك واحد اوردر تاني بايه بقى؟ عايز ايه تاني بايه؟ بالفراخ صح؟ عشان نختم لك يا باشا بالفراخ. شيل الفويل، حط شويه الدقه يا باشا واشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. انا باخد بس الحاجات اللي بتوع بس.